السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع الإخوان والأخوات المغاربة والمغربيات فينما كنتوا أزل في اللون. تطورات خطيرة بخصوص واقعة اختفاء 5 تلاميذ بزاغورة. سجن ورزازات يستقبل متهما بهاتك عرض قاصر من بين 3 تلميذات المختفيات. قبل ما ندخلوا في التفاصيل، رجاء إلى كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة وعجبكم المحتوى فما تبخلوش باشتراكاتكم وفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وفضلا منكم ما تنسوش الضغط على زر الإعجاب. قبل أيام كل شي المغاربة تعاطفوا مع 5 تلاميذ اللي هربوا من ديورهم في زاغورة. كنتكلم هنا على 3 ديال البنات من دوار تملالت، جوجات في عمرهم 14 سنة ووحدة في عمرها 17 سنة، وجوج دراري من دوار تيغزة، الكبير في عمره 19 سنة والثاني 17 سنة، كاملين كيقراو في المستوى الإعدادي والثانوي. من بعد 4 أيام من البحث من طرف السلطات والساكنة تم العثور عليهم الحمد لله بفضل الدعوات ديال المغاربة والبارتاج ديالهم كذلك. لقوهم بأعالي جبل كيسان بمنطقة تفشنا نواحي زاغورة. كلشي الناس فرحوا وطمأن قلبهم وكاملين قلنا اللهم لك الحمد مني رجعوا لحضن والديهم حيين وبخير وعلى خير، لأنه كنا خايفين تكون شي مافيا ديال الكنوز هي اللي خاطفاهم. سمعوا دابا الصدفة العجيبة كيفاش تلقاو هاد الدراري. فمورا ما هربوا ما مشاوش شدوا الطريق باش ياخذوا المركوب، لا، داروا مسيرة ديال المشي على الأقدام مسافة طويلة من عدة كيلومترات، بقاو غادين غير في الخلا والقفار حتى وصلوا لمنطقة تفشنا وطلعوا فوق جبل كيسان وبقاو جالسين تمايا. واحد راعي الغنم جابته الأقدار نفس البلاصة اللي فيها هاد التلامذ، شافهم في داك الجبل مقابلين معاه وينوض يصورهم وبارطاج الصورة ديالتهم في الفيسبوك ديالو، ورافقها بواحد التعليق اللي قال فيه راه التلامذ اللي كتقلبوا عليهم هالبلاصة فين كاينين. ديك الصورة شافوها الشباب ديال زاغورة اللي كانوا رافعين واحد الهاشتاغ في الفيسبوك وكتبوا فيه اختفاء تلاميذ زاغورة. فهاد الشبان منين شافوا الصورة ديال تراعي الغنم بقاو كيبارطاجيوها حتى وصل الخبر للوالدين ديال التلامذ والسلطات كذلك. وفي الحين انتقلوا رجال الدرك مرفوقين بالناس ديال الدوار وقطعوا مسافة طويلة على رجليهم وكيقلبوا على داك الجبل اللي بانوا الدراري جالسين فيه. بقاو السلطات والناس ديال الدوار كيتمشاو وكيقلبوا من 11 ديال الصباح حتى 7 ديال العشية، عاد لقاوهم فوق الجبل وحالتهم الصحية كانت ضعيفة بزاف، قتلهم الجوع والعطش في ديك البلاصة وحالتهم كانت مزرية بمعنى الكلمة. في الحين جاو جوج ديال سيارات الإسعاف، وحدة هزات جوج ديال الدراري وحدة هزات البنات بثلاثة بهم، وخداوهم مباشرة للمستشفى باش يتعمل لهم الفحوصات اللازمة باش يتبين لهم ياك ما تعرضوا للعنف أو للاستغلال الجنسي. نقطة مهمة بغيت نشير لها هي أن جميع الناس ديال الدوار اللي شاركوا في البحث على التلاميذ كيتسائلوا كيفاش قدروا يوصلوا لفوق جبل كيسان بوحديتهم وهم مهزين معاهم لا ماء لا ماكلة، كيفاش يقدروا يصبروا للعطش والجوع هاد المدة كاملها ديال 4 أيام. والناس كتقول أن التضاريس ديال المنطقة واعرة بزاف، إلا بغيتي تمشي على رجلك غير خصك كمية كبيرة من الماء. وسؤال آخر، كيفاش هاد التلامذ صبروا للبرد وموجة الصقيع اللي كتعرفها المنطقة، خصوصا المرتفعات الجبلية اللي كتوصل درجة الحرارة تحت الصفر، يعني غادي يتجمدوا بالبرد خصوصا بالليل. إذن واش هاد التلامذ كاين شي حد هو اللي عاونهم توصلوا لتما وكان كيمدهم بالمؤونة؟ هاد الشي هو اللي غنعرفوه من بعد إن شاء الله. إذن بعد ما التلامذ تلقاو وخدعوا الفحوصات اللازمة، جا دور السلطات الأمنية باش يستمعوا لهم بخصوص الهروب ديالهم باش يعرفوا شنو هي الأسباب الحقيقية اللي خلاتهم يسمحوا في الدوار ويحاولوا يحرقوا على حسب الرسائل اللي خلاوها اللي قالوا فيها الوالديهم احنا غادي نحرقوا اسبانيا. من بعد تحقيقات طويلة معهم تبين أن ديك القضية ديال الحريق مجرد كذبة، ولكن ما خفي أعظم، وهذا الشيء اللي غادي تعرفوه دابا. إذا المركز القضائي للدرك الملكي بزاغورة استمع للتلاميذ 5 ولعائلاتهم لساعات طويلة
من بعد رجال الأمن غادين يقرروا أنهم البنات يصيفطوهم لديورهم لأنهم باقين قاصرات وغيبقوا تحت المراقبة القضائية، وواحد في الولاد اللي في عمره 17 سنة تهو خلوه يمشي لدارهم ويبقى تحت المراقبة القضائية، وآخر تلميذ اللي هو كبير وفي عمره 19 سنة أمرات النيابة العامة باش يتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معاه في شبهات تتعلق بالتغرير بقاصر، لأنه هو ما بقاش في نظر القانون قاصر، راه السيد كبير عنده 19 سنة وخلوه عندهم باش يعمقوا معاه البحث أكثر. من بعد مصالح الدرك الملكي بزاقورة أحالت الأربعاء الماضي التلاميذ الخمسة على أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بورزازات لتعميق البحث معهم، وفي الأخير بعد ما تم الاستماع لهم قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات إحالة التلميذ المتابع في حالة اعتقال على السجن المحلي ديال ورزازات من أجل جناية هتك عرض قاصر تلميذة، وذلك بعد تقديمه أمام النيابة العامة من قبل الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية زاقورة. وكشف واحد المصدر مطلع أن التلميذ المعتقل متابع من قبل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف من أجل هتك عرض قاصر بعد ما تم العثور عليه رفقة أربعة تلاميذ آخرين، واحد تلميذ ذكر وثلاثة ديال الدريات في جبل كيسان ضواحي مدينة زاقورة بعد أربعة أيام من اختفائهم في ظروف غامضة. وأوضح المصدر أن قضية هتك عرض قاصر من قبل المتهم مرتبطة بتواري المعنيين عن الأنظار تاركين رسالة لإيهام أسرهم بأنهم عازمون على الهجرة خارج المغرب، وهو ما دفع النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ومحكمة زاقورة إلى إعطاء تعليماتها للدرك الملكي من أجل تعميق البحث للوصول إلى مكان تواجدهم. وعلاقة بالموضوع ذاته كشف مصدر أمني أن الضابط القضائي للدرك الملكي ستحيل التلاميذ الآخرين ثلاثة ديال التلميذات وتلميذ واحد على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بزاقورة من أجل اتخاذ الإجراء القضائي المناسب في حقهم وتحديد موعد جلسة محاكمتهم من أجل المنسوب إليهم. يعني بالمختصر المفيد القضية ما فيها لا حريق لا والو، هذه كانت غير كذبة باش يتستروا على السبب الحقيقي، لأنه فعلا من يخرجوا من ديورهم ما هزوا معهم لا فلوس لا تليفونات، إذن باش غادي يحرقوا؟ للأسف أن الهروب ديالهم هو بسبب العلاقة اللي كانت كتجمع ما بين واحد في الدراري مع وحدة في البنات، شكون هاد الجوج فيهم الله أعلم، لأن الخبر ما قالش شكون هو فيهم، ما عرفش على الهوية ديالتهم. المسألة هي مسألة شرف، نقولها لكم من الأخر، الدري منين مشات معاه البنت خافوا ليتفضح الأمر ديالهم، والدين البنت يسيقوا الخبر العلاقة اللي بيناتهم، هنا قرروا باش يخويوا الدوار ويهربوا منه، ولكن نساو أنه صعيب على دراري صغار باش يهربوا ويتشردوا في الزناقي وما ضربوش لحساب الوالديهم اللي خلوهم غيحماقوا عليهم. دابا المشكل ديال هاد الولد اللي متابع في حالة اعتقال ما كانش عارف بالعواقب ديال المشكل اللي دار، أشداك الدور بدرية قاصر، راه القانون ما كيتعاتقش معه بحال هاد النوع، لأن هذاك سميتو التغرير بقاصر وهاتك العرض ديالها واخا تمشي معك بخاطرها القانون ما غير حمكش، لأنه تيقول البنت ما عندهاش العقل باقا صغيرة مرفوع لها القلم، وانت اللي غادي تصدق داخل الحبس لأنك انت كبير وبعقلك وكتحمل المسؤولية ديالك. فما نكذبش عليكم أخوتي، أنا منين سمعت أنه منين تلقاو بجبل كيسان جات مباشرة الإسعاف وهزاتهم نيشان المستشفى ودار البنات سرتافيكا، عرفت بأن القضية حامضة وفيها الشرف، ولكن ما دويتش عليها في ذاك الوقت لأن قلت حتى نتأكد حتى يجي الخبر الرسمي اللي غيأكد هاد الهضرة هادي، لأنه باش يخرجوا ثلاثة ديال البنات مع جوج دراري في الخلا والقفار فهنا القضية شوية راها حامضة والقضية باينة، ولكن الإنسان ما كيهضرش حتى كتكون شي حاجة اللي هي موثقة واللي كيجيبوها الأخبار الرسمية. إذا النصيحة للدراري، بعدوا من القاصرات، بعدوا من القاصرات، أعطوا اتساع للمراهقات، إلا جات لعندك أهرب منها
ولا قول ليها بعدي مني، والا راك غتجيبها فراسك، غادي تجيبها في عظامك. القانون ما غيرحمكش كيما وقع دابا في هاد القضيه اللي امامنا اليوم. ها هو الولد دابا في عمره 19 سنه راه مشى للحبس، ضاعف مستقبله، ضاعف قرايته، ضاعف كل شيء، وغيمشي للحبس بسبب التبرهيش، بسبب المراهقه. شنو اللي غيديروا معاهم من بعد؟ الله اعلم. يقدر يستروا القضيه ان الدري يتزوج بالبنت ومريضنا ما عنده باس. انا كنظن ان هكا غادت باش غتسالي هذه القصه هذه، لانه هو اللي دارها، اذا خصو يتحمل المسؤوليه ديال ديك الدريه، والله يخرج العاقبه على خير. القضيه كبيره بزاف ومتشبكه، والمجتمع ديال زاكوره ما غيرحمش هاد البنات، لان هنا الزاكوره محافظين بواحد الدرجه كبيره بزاف، وما عندهمش مع ديك البساله ديال المراهقات. اخر كلمه اللي نبغي نقول للوالدين هي صاحبوا وليداتكم، لان الاهمال ديالهم ها فين كيوصل. هضروا معاهم، سمعوا ليهم، حاولوا تصاحبوهم، خصوصا في الفتره ديال المراهقه، لان خلالها الهرمونات ديال البنات كيتغيروا، وشحال من حاجه كتغير في الجسد ديال البنت. وهنا فين خاص الام تقرب بزاف، ولا تقرب اكثر من بنتها، وتحاول تسمع ليها وتقرب منها، باش ما تحسش ان هاد البنت راها بوحديتها في الدنيا، وتمشي تقلب على داك الحنان اللي فاقده في دارهم، تقلب عليه في الزنقه في ناس اللي غرباء عليها، وتما فين كيستغلوها الذئاب البشريه. الله يحفظ جميع الوليدات يا ربي امين. اذا الى هنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو. ما تنسوش تخليوا وجهه النظر ديالكم في قضيتنا ديال اليوم من خلال تعليقاتكم. شكرا على حضوركم الكريم، خليتكم على خير، الى اللقاء.